أحدث انتهاكات إيران، السلطات تعتقل 3 علماء بيئة جنوبية البلاد بعد اعتقالها ل8 علماء بيئة مطلع العام الحالي بتهمة التجسس، بينهم كافور السيد إمامي الذي عثر عليه متوفيا بعد أيام من اعتقاله. إيران اعتبرتها حالة انتحار، لكن رفض تشريح الجثة رجح مقتله بالتعذيب. معتقلون سابقون أكدوا عدم توافر أدوات الانتحار بسبب الحراسات المشددة. مقتل إمامي هز أرجاء الشارع الإيراني المحتقم بالأخص بعد 2 وفاة مماثلتين لاحتواء الموقف. اتهمت طهران دولا غربية باستخدام العلماء للتجسس على أنشطتها النووية. منظمات حقوقية قلقة على مصير الناشطين والمعتقلين، ومخاوف من استخدام طهران تهم التجسس للنيل من معارضيها.